انا طلبتك يا معلم لطفي عشان اعرف ايه حكايه الفلوس اللي عليك. فلوس عليا المية ليك انت؟ انا ما ادينش الحرمه ابدا. انت مديون للمزرعه والمصنع السماد بمبالغ كبيره وفات ميعاد سددها. اللي عند الرجال ما يروحش واصل. وليه يا ست الستات؟ ما تتكلم عدل وتعرف انت بتكلم مين. بكلم حرمه حلوه وشايفه نفسها حبتين ومن حقها تتدلع، بس مش علياني. واضح انك قليل الادب، وخسارة اني عبرتك وجبتك تقعد قدامي. اتفضل مع السلامة ونتقابل في النيابة. غلطتك دي هدفعك ثمنها غالي. خير في ايه يا مدام؟ طلع لي الزبالة ده بره، واطلب لي مدير الشؤون القانونية يحول كل الشكاوى على النيابة. اما حول ما قلت الربا يا صح، وانا هعرفك الزبالة اللي قدامك ده هيعمل فيك ايه. انت اتجننت؟ دماغك منها بايه؟ يبقى لازم يتربى قبل منها عشان ما عرفش يحكمها. بلغ البوليس يا سامي. حاضر. اثبت مكانك. لا فرق ده فيكم. منع بيه؟ الحاجة منع بيه؟ الراجل ده بيعمل مسدس. طب انجف مرتين يا ابو قمصان. منع بيه يا اخو قدامي. منع بيه؟ اعمل يا منع بيه. الراجل ده قال ادبه عليك. يا منع بيه والله هي اللي ابتدت. اخرس خالص ما تطلقش ولا حرف. كلمتك مالهاش وزن عندي. البيبي هددني وبيقول لي هعلمك الادب انت وجوزك، ولما جيت اطلب له البوليس طلع مسدسه وهدد بقتلنا. انا كنت فاكرها موظفه عندك مش مراتك. كذاب. انا ما بيهمنيش حد واصل، ما تطلعش فيها كده قدامه. وان كنت اعمل له احترام هذا عشان خاطر العيش والملح. هو العيش والملح ده هو اللي يخليني ما اضربكش بالنار دلوقتي. اسمع يا لطفي، لازم تفهم ان انا بعت خلاص كل ديونك ليه لحد تاني زي ما بعت المواشي، وانصحك تجهز فلوسك قبل ما يطالبهم بيك قدام النيابه. عايز اعرف بعتهم لمين؟ عمر عبد الواحد مهران. يعني مفيش حاجه تربطني بيك. اتفضل سلاحك. لازم تعرف ان السلاح للرجال، والرجال ما تهددش الحريم ابدا. مور من قدامي دلوقتي. عمر مهران من اي ناني جاب الفلوس دي كلها منين؟ انا مش فاهمه حاجه. انت حقيقي بعت شيكاته؟ طب ازاي وهي لسه هنا؟ ومين عمر مهران ده اللي خلاه يخرج يتكلم زي المجنون؟ الحكايه طويله افهمها لك بعدين. ايوه سامي، عايزك تجهز لي كل شيكات ابو القمصان اخدهم معايا انا وماشي. ايوه قفل الحساب كله من عندك، وانا هكتب لك شيك يغطي المبلغ كله. صوت يا ستي مش هتجيب لك مشاكل تاني. كده كل التجار هيجلدوه وهيأخروا السداد وهيقولوا ماسك عليك زله. لطف ابو القمصان دي من عيله كبيره جوه في البالي انا، بس عيله ناقصه لا بتراعي حرمه ولا ضمير. والواد لطف دي بالذات قليل الربايه، عشان كده قررت اربيه بمعرفتي. يعني انت اللي تعمدت تكوم الديون دي كلها عليه؟ كل اللي ظلمهم اخليهم يقدموا شكاوي وبلاغات للنيابه، ومش هيلاحق حاجه يرضي مين ولا مين. مش هخلي حد يتنازل ابدا. مين عمر مهران ده اللي انت قلت عليه؟ عمر ده سحب الضربه القاضيه بعد ما يتمرمط لطفي ويتزل. صح، يخش عليها عمر بالمبلغ الكبير وهيجيب مناخيره الارض. وكل ده على حسابك ليه؟ لأني وعدت عمر أجيب له لطفة بالقمصان زاحف على بطنه وقابل أي حكم يحكمه. أنا هخليه يقدم كفنه ويركع قدامه زي الخروف، ساعتها هيبقى الحكم لعمر. عمر مهران ده جوز أختك نسمة، صح؟ صح، هو عمر جوز أختي. بتعمل إيه يا نسمة؟ هنضف الخرابة دي، هطلع الحاجة في الشمس وبعدين امسحها وعاود ادخلها تاني. حب على قدك بلاش النهاردة، استني لما الانفار تيجي بكرة واطلع على الارض هتلاقي بدل الحرمة 20 يساعدوكي. حرام عليك يا عمر، الاستراحة بقت زي الخرابة. حد قالك تفوتيها 10 ايام؟ اهو قلت اشوف هتعمل ايه من غيري. اتاريك غلبان يا حول الله. وانا لو ما كنتش غلبان كنت فوت طاري المناع ياخدهولي. واه كلام ايه اللي بتقوله ده يا عمر؟ أو كلام ضحك بيه علي أخوكي عشان أجي أشتغل بداله. الحقيقة هو خاف علي من عيلة أبو القمصان فحب يبعدني عنيهم. يبقى أنت ما تعرفش أخويا مناع؟ ما دام قالك هياخد بطارك يبقى هياخده. هو كده كلمته على رقبته. ربنا يستر عليك يا أخوي. العيال وحشوني قوي. ما أنت أول مرة تغيب عنهم بالشكل ده. مالك يا مناع؟
في ايه؟ بعدين ايه اللي اخرك كل ده؟ انت كنت مستني ابوك لما يطلع من المستشفى وتروحوا البلد؟ في حاجة يا مناع؟ ابوي مات. مات؟ ازاي؟ ده كان كويس. أمر الله. كفاية بك يا نورهان، ما عايزينش فضايح. أصله صعبان عليا قوي. كان طيب. وأنت تعرف إيه عن طيبته؟ الله يرحمه. شكلها ليك نشفت من الدموع. هيفيد بإيه البكا؟ هيرجع اللي راح ولا يهون الفراق. فوتيها لله يا نورهان، فوتيها لله. يا ريت تنسح دموعك دي قبل ما نخش على ابوك وامك والعيال. همام كلمني في التليفون وحكالي عن كل شيء. انا مع فريما وشايف ان وجود مناع بقى عقبه كبيره في حياتنا، لازم نخلص منه بقى. همام طالب سلاح ومستعد يدفع اي مبالغ في سبيل انه يبقى اقوى من عيلة حسان، وعلى فكرة هو جاهز يسمع كل كلامنا. همام ما نقدرش نعتمد عليه في المستقبل. انا اعرف كل الناس اللي في النجع، والوحيد اللي ممكن يساعدنا في تنفيذ المخططات بتاعتنا هو مناع. مش ممكن يا بنيامين، مش ممكن. ده بيكرهنا وبيحرض همام علينا ولا يمكن يتعاون معانا ابدا. الكره بتاعه ده كره فطري، هو مش عارف السبب بتاعه خالص. ولو جات له فرصه يقتلك مش هيتردد. لو بفكر زيكو هضطر اكرهه، بس انا بفكر في المصلحه العليا وبفكر استفاد منه الى اقصى درجه. الارباح بتاعه السماد هتعوضنا عن خسائر كتيره. لو اضفنا اليها الارباح بتاعه المخدرات هتوضعنا في موقف جيد جدا اقتصاديا مع المنظمه. خلاص اعزل مناع عن النجع وخلي همام راجلنا هناك ومناع راجلنا هنا. اللي انتوا ما تعرفوهوش ان مناع هو اخر واحد انا علمته يطبخ الحشيش، ولقيت ان هو اذكى واحد ممكن يطبخ الحشيش من الخامه اللي انا بديها له دي. مفيش غير واحد بس اللي تعادل معاه في الذكاء، كارلوس بتاع كولومبيا. يا جماعه عمليه ضبط المقادير في الكميات الكبيره حاجه صعبه قوي. ترويض واحد زي مناع مره تانية شبه مستحيل، لانه رافع شعار الوطنيه فوق المكاسب الماديه. انا مضطر استحمله واصبر عليه لان خيوطه كلها في ايديا. طب افرض ما سمعش كلامك؟ ساعتها بقى انا هضطر اضغط عليه حتى لو اذيته في عياله. بس بالشكل ده بقى احنا هتكون الخسائر بتاعتنا كبيره. خلاص ما دام مصمم على الصداقه يبقى من الواجب بقى انك تتصل بيه تعزيف ابوه. كده انتوا ابتديتوا تفهموني. ممكن تديني موبايل لما تكلمه؟